ويسكرز رحلة الكلب الحلم. ملخص: ويسكرز رحلة الكلب الحلم هي قصة دافئة عن جرو أبيض وبني جميل اسمه ويسكرز، الذي عاش بسعادة مع عائلته المحبة. ويسكرز بأذنيه اللينتين وعينيه اللامعتين كان دائماً يحمل أحلاماً كبيرة. كانت أحلامه المفضلة هي ارتداء بدلة رائد الفضاء والرحيل إلى المريخ، حيث يحلم بمساعدة البشرية. في يوم لا سعادة انفصل ويسكرز عن عائلته على طريق مزدحم، فوجد نفسه وحيداً بالقرب من مكب القمامة. على الرغم من المحيط المظلم، تشبث ويسكرز بحلمه بأن يصبح رائد فضاء، حيث ظلت روحه غير منحلة. بدأت كلاب أخرى في المنطقة في التنمر على ويسكرز، لكنه ظل ثابتاً عبر التحديات، حافظ على حلمه، يتخيل نفسه يطفو بين النجوم في ملابس رائد الفضاء. برقة طموح ويسكرز تألقت كنجمة صغيرة في أظلم الليالي. مع مرور الأيام بحثت عائلة ويسكرز بلا كلل. في ليلة ساحرة تحت ضوء القمر وجدوه بالقرب من مكب القمامة، ومعلم شمله مع الحب استمر حلم ويسكرز بالسفر إلى الفضاء، شاهداً على إصرار روحه الذي لا يتزعزع. مع عائلته بجانبه استمر ويسكرز في حلمه بأن يصبح رائد فضاء سيجعل العالم مكاناً أفضل.